اليوم تونس في وضع صعيب ولم وغير مسبوق وغير مسبوق. شنو معناها؟ اليوم مواد أساسية مش موجودة كما أدوية فرينة. اليوم النجم نلقوا الزطلة أكثر من اللي نلقوا حار عظام. اليوم الائتلاف الحاكم يعبث بمقدرات هذه البلاد هذه، وإحنا منذ البداية قلنا لهم أنه الائتلاف الحاكم ما عنده حتى علاقة بشعب تونس، ما عندوش. ولا الكريستين لاغارد وقت المفاوضات أول أمس 7 ساعات أكبر إهانة وبوقاحة كبيرة، وقت يتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل ويقبل البرايب والتفاوض يقصوا المفاوضات ويتصلوا بخط ساخن مع كريستين لاغارد. شكون اللي حطهم ثم؟ حطتهم كريستين لاغارد، يلموا أرواحهم يمشوا لكريستين لاغارد. أدعو حكومة يوسف الشاهر حفاظا على السلم الأهلية، حفاظا على دماء التوانسة، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، حفاظا على الاقتصاد، ينظم رحيلهم قبل أن يرحلوا.